هذه لنا حاجة مثل ما جاء حول رجع شيطة وضرب ست بنتها كانوا يصفون عشرات واحد عشرات راتب ونقعد يجون عشرة ثانية قاعدين ومحضرنا يعني وانت قاعدة قفصة وقاعدة بالأرض فيجي الثاني يقعد هنا مشان يكفي المكان كم واحد؟ كنا 180 واحد بهذا المتجر بهالحق يقول لنا ولاد يعني بمعنى ولاد الكلب ما حدا يطق الطاقة إذا بي نفس لا تطق الطاقة لين يموت تخبرني عشان أجي كان بين منكم شيء مو غير اللي هو بالنسبة لنا شو أنت على التواليت الأول كيف تجفين بالأرض كيف تفتح التواليت الثاني كيف تجفين ثلاثة بالأرض جوا المغسلة جفة طفل الأمر في 17 سنة قبل ما نحميهم فأنت تفقد وعيات يحيك السمجان ترجع تقول يحكي معاك الجمال ما ترد عليه تحس حالة فقدت الوعي هذا في سمجان اسمه يسمي حاله إسرائيل يسمي حاله بالمشفى يجي الساعة 12 بالليل سكران طافي فيقول مين بالبدوة ففي شك معانا صفرة من الدارية يقول لا ترفعوا إليكم أنا ليش؟ عشان أتخذ معه قال بدك تموت قلت له لا قال لي إذا راح ترفع إيدك بدك تموت بدك تموت فواحد من دارية من اليهود أنا ألتقي معه قبل بالجوية حتى معه مرة في البهاق قالوا أنا أرجعه ظل بعصاية أيضا وليد حديد وليد بابيس ويقول له حكمت المحكمة الإلهية عليك بالموت يرد يقول الله عليك حكمت المحكمة الإلهية عليك بالموت فيضل يضرب يضل يضرب يضل يضرب إليه في العواصف تموت يشيله الصفرة وواحد من المساجين يزتونه من التواليت يزتونه بعد فترة سألت الصفرة أنه هاي الجثة وين يروحون بها قال كل فتيان تجي السيارة مصدقة وياخذونها معنا طفل من دارية عمره 16 سنة وأحنا وقطع أنا كانوا بصمع عمر الطبع تبعنا بعد سنة ونص يحاولون على المحكمة فطلعوا وسألوا ليه أنت قال من دارية من دارية قالوا من دارية وشو مددوا بالأرض أول شيء بعد ما قتلوا بالعصاية قتلوا ما برد دمه هذا السجارة راح جاب لي حامل الكهرباء وحرق له وجهه ونقول له الآن كل ذا مات يعني لنا يعني كل السجنة انقهرت على الولد حين المسلم قالت عن العين أنا الولد طفل شو ذنبك على حقه شو هي المعاناة اللي عم يعانيها من قمة الخدمات الصحية من التعذيب اليومي من الألم اليومي اللي عم يعانيه من عدة ظروف من انعدام ظروف الحياة في المعتقلات بشكل كامل لذلك أنا راح أحاول نشتغل في حملة لقاء المعتقلين على أمل أن نقدر أكبر قدر ممكن المعتقلين ونوصل صوت المعتقلين إلى المجتمع المدني العالمي إلى الحكومات العالمية وإلى المنظمات الداعمة التي تعمل في مجال حقوق الإنسان على النطاق العالمي بخاصة الضغط وتشكيل قرار ضابط ضارب في وجهة من حقوق الإنسان سواء على الهيئة العامة المتحدة أو على المجلس أو في المجلس حقوق الإنسان. على كل أحوال هي روايات حتى ما أسميها شهادات روايات مأخوذة مع أنه هذا الأستاذ المحامي آخر واحد سارة الباس اسمه هو رئيس هذه الحملة مدير هذه الحملة وهو اللي كان محكوم بالإعدام وهو اللي أرسل لنا هذه الفيديوهات ولكن ربما بيكون متحاملين هؤلاء فلو يكون بيننا سجين رأي نسمعه ليكون عم يلفقوا عن نظام الرحيم فبالصدفة لدينا سجين رأي كان الدكتور عبد الرزاق أبو هون فراح نسمع شرط
ما تلفق مثل زملائك. كانوا سجناء الرائد السوري ياكلوا حساب دافع الضرائب السوري فكنا ندفع لهم الضرائب. اكلتوا على حسابنا فهلا بدكم كلكم هون. هذا كان تصنيفه يعني. داخلين كنتوا اذا حبيت تصرفوا ما بس بدنا شيء.